قلل primary impression. احنا نعرف ال complete denture يعني ال patient اللي فاقد أسنانه، خطوات العمل وياه طويلة، يعني مو يجي اليوم للعيادة ثاني يوم يستلم الدنشر، لا هي زيارات تقريبا من 5 إلى 6 زيارات مرات نحتاج حتى يكمل الكمبليت دنشر مالته. فالخطوات مالته بالبداية الامبريشن ناخذ له 2 امبريشن، primary impression و secondary or final impression نسميها. primary impression من يجي الزيارة الأولى ونقرر أنه هذا patient فاقد كل أسنانه لازم نسوي له complete denture، طبعا رح ناخذ له primary impression اللي هي طبعة أولية. هاي الطبعة الأولية شنو الغرض منها؟ أني الطبعة أخذها بشي اسمه tray، هسه هم رح نشرح عنه. هذا التري احط بيه الامبريشن ماتيريال وادخله انسايد ذا بيشنت ماوث حتى اخذ الامبريشن. فهذا التري الموجود عندي هو مصنع بشكل عشوائي، يعني هو الرسمه مالته مو بالضبط نفس رسمه الريزيجوال ريج مال البيشنت. احنا كل بيشنت طبعا تختلف الريزيجوال ريج شكلها عن من بيشنت الى بيشنت. اكو بيشنت الريزيجوال ريج مالته خلينا نقول سكوير فورم مربعة، اكو اوفال شيب، اكو ريزوربت كلش، اكو لا بيها بون، فتختلف من مريض الى مريض. زين اني التريات اللي عندي اللي هو مثل الجهاز حديد احط بيه الامبريشن، الشكل مالته عشوائي، يعني ما مصمم انه يلائم كل بيشنت على حدة، لا هو تصميم عشوائي ناسب جميع المرضى. فاني بالبرايمري امبريشن راح اخذها بهذا التري اللي موجود. شنو الهدف منها؟ من اخذ البرايمري امبريشن اصب الكاست، الكاست راح ينطيني الريزيجوال ريج الخاصة بالبيشنت. فاني شو اسوي؟ اصنع عليه تري اسميه سبيشال تري. ليش سبيشال او انديفيدوال تري او سبيشالايزد تري؟ لانه خاص بهذا المريض بشكل الريزيجوال ريج مالته. فاصنع عليه السبيشال تري، وبالسبيشال تري راح ارجع اخذ امبريشن ثانيه اسميها الفاينل امبريشن اللي هي راح اعتمدها. فبدايه نبدا بالبرايمري امبريشن. Primary impression, it's an impression made for the purpose of diagnosis, treatment planning and construction of a special tray. إذن أنا أخذها حتى تطلع عندي الريزيجوال ريج، أسوي منها diagnosis، أسوي منها أضع خطة للعلاج، وبنفس الوقت أصنع special tray. It's the first impression made for the patient and from which the study cast was produced. إذن هي أول طبعة أخذها للpatient، ومن أصبها رح يطلع عندي كاست. هذا الكاست رح أسميه study cast اللي هو مجرد أدرس عليه الحالة، أو أسميه diagnostic cast أسوي بي diagnosis للحالة، أو أكو يسموه working cast. فهاي كلها المسميات diagnostic cast, study cast أو working cast هي مسميات للكاست اللي انصب من primary impression. These impressions are obtained by a stock tray. هاي الامبريشن اني سويتها باستخدام الستوك تري. الستوك تري اللي هو هذا الجهاز اللي قلنا، بس راح نشوف صورته طبعا، اللي هو مو خاص بالبيشنت نفسه، هو مصمم بشكل عشوائي ما يناسب الريزيجوال ريج مال البيشنت تحديدا. When the primary impression is made, the objectives are to record all area to be covered by the impression surface of the denture and the adjacent landmark with an impression material that is accurate. إذن الهدف من أسوي الـ primary impression إني أسجل كل الـ anatomical landmarks اللي يهمني إنها تكون موجودة بالكاست مالتي، واللي راح أستفيد من عدها في صناعة الـ special tray. The maxillary impression should include عندي الطبعة مال الماكزيلا شنو لازم تشمل؟ The hamular notch, the fovea palatini، بس عدنا هنا هاي upper أو maxillary impression لازم تشمل، يعني لازم من أطلع الامبريشن من حلق المريض لازم أشوف هاي الشغلات بيها حتى أعرف إنه الامبريشن مالتي غطت كل الأناتوميكال لاند ماركس اللي أنا محتاجتها حتى أسوي الكمبليت دنشر مالتي. فلازم تشمل عندي الهاميولر نوتش، لازم تشمل عندي الفوفيا بلاتيني، الفرينم اتاتشمنت،
and the entire labial and buccal vestibule. The mandibular impression should include the retromolar pad area, the buccal shelf area, the external oblique ridge, frenum attachments, sublingual space, retromyelohyoid space, and the entire labial and buccal vestibule. Primary impression material used for making the primary impression. المواد اللي استخدمها حتى اسوي ال primary impression ممكن استخدم ال impression compound وممكن استخدم هذا الامبريشن كومباوند. هنا انا عندي الالجينيت امبريشن ماتيريال وهنا عندي الباتي بودي سيليكون رابر بيز امبريشن ماتيريال. اذا ممكن امبريشن كومباوند الجينيت او السيليكون امبريشن ماتيريال. ان كومبليت دنتشر بروستيسز وي ميك تو امبريشن فور ذا بيشنت. مثل ما ذكرنا الكومبليت دنتشر اسوي له طبعتين برايمري امبريشن سكندري او فاينل امبريشن. تو ميك ان امبريشن وي شود هاف ا سوتابل تري ان امبريشن ماتيريال. إذن حتى أحصل على impression لازم يكون عندي tray ولازم يكون عندي impression material. The tray اللي هو هذا الجهاز المعدن اللي قلنا عليه is a device that is used to carry, confine and control the impression material while making an impression. إذن هو يحمل لي impression material أثناء ما أني دا أسوي impression. يعني impression شلون أدخلها بحلق المريض؟ خو مو بإيدي أترس إيدي وأدخلها بحلق المريض، لا طبعا لازم يكون عندي device أحط بيه الإمبريشن ماتيريال وأدخله بفم المريض اللي هو التري. During the impression making, the tray facilitates insertion and removal of the impression material from the patient's mouth. Parts of the tray, أجزاء التري, it consists of a body and handle. البادي بدوره ينقسم إلى floor اللي هي الأرضية مال الدنشر وفلانج اللي هو الارتفاع الأطراف الجوانب مال الدنشر. There is upper tray and lower tray. The difference between them is that in the upper tray there is a palatal portion that's called vault and in the lower tray there is a lingual flange. Handle, it's an extension from the union of the floor and the labial flange. هاي هي الهاندل. إذا هي extension يعني امتداد طالع من اليونيون اللي هو الارتباط الفلور بالليبيال فلانج. In the middle region بالمنطقة المنتصف يعني خلينا نقول بمنطقة الليبيال فرينا بالميدلاين. It's L in shape so that it will not interfere with the lip during impression material. إذا هو شكله رح يكون L in shape فبالتالي ما يتعارض ويا الليب مالتي اثناء ما دا اسوي الامبريشن ماتيريال. لان اني من ادخل التري بالامبريشن ماتيريال لازم شويه اسوي ريفليكشن للليب يعني اسحب الليب حتى تدخل الامبريشن ماتيريال بالليبيال سلكس. فاذا كانت الهاندل مالتي بالطريق مالتي من اسحب الليب ما راح اقدر اجر الليب فبالتالي الامبريشن ما راح تدخل بالليبيال سلكس. فبالتالي الليبيال سلكس ما راح يطلع بالامبريشن مالتي وما راح يتسجل عندي بالكاست. ومثل ما نعرف احنا السلكس والفستيبيول جدا مهم لان يدخل بيه الفلانج مال الدنشر وينطيني الريتنشن اللي لازم احصله من الدنشر. In general there are two types of the tray, stock tray and special tray. The stock tray it's used for primary impression material اللي هو هذا الحديد اللي شفناه. طبعا هو اكو منه حديد واكو بلاستيك بس القصد الستوك تري هو مصنع بمصانع مو على قياس البيشنت. Special tray اللي هو اسميه الانديفيدوال تري او الكاستم تري it's used for final impression procedure. Special tray اللي هو اني صنعته من الدياجنوستيك كاست وهو خاص بالبيشنت نفسه على قد الريزيجوال ريج مالته والارش مالته. بداية نبدأ بالستوك تريز. It's an impression tray served to carry the impression material to the mouth and supported in the correct position while it's hardening. إذن هو جهاز أحط به الماتيريال
ادخلها بالماث، وهو راح يدعم الامبريشن ماتيريال يبقيها بمكانها لحد ما يصير بها هاردنينج، لحد ما تتصلب تنشف. This type of tray can be used for making a primary impression. الستوك تري طبعا قلنا للبرايمري امبريشن. It makes from different materials such as aluminium. تنصنع ممكن من ألمنيوم، tin, brass or plastic in variety of shape. إذن مواد مختلفة، أشكال مختلفة، أحجام مختلفة، بس يبقى بشكل عشوائي، ما يكون ماخذ شكل الريزيدوال ريج مال البيشنت. يعني عندي مثلا small, medium, large. ال types of stock tray. stock tray for dentate أو dentulous patient and stock tray for edentulous patient. إذا عندي نوعين من ال stock tray، أكل ال patients اللي عندهم أسنان مثلا اللي نستخدمها بال crown and brush، وأكل ال patients ال edentulous اللي ما عنده ولا سن. we can distinguish between them. شلون راح أميز بيناتهم؟ من شكلهم. ال stock tray for edentulous يكون عندي short flange, oval and narrow floor. مثل ما تشوفون هنا هذا for edentulous، تشوفون طول الفلانج قليل، بنفس الوقت الفلور مالتي صاير oval in shape. ليش؟ لان اني الرج مالتي شكلها بعد ما فقدت الاسنان غالبا راح يكون oval in shape، بينما الستوك تريل الدنتيت بيشنت راح يكون عندي long flange وراح يكون عندي flat and wide فلور. مثل ما نشوف هنا راح يكون عندي فلات، يعني الكروس سيكشن مال الستوك تري للإدنتشلس بيشنت تقريبا راح يكون يو شيب، بينما الكروس سيكشن مال الستوك تري الخاص للدنتيت بيشنت راح يكون عندي سكوير شيب. ليش؟ لأنه شكل الأسنان طبعا ينطي مثل شكل المربع. classification of stock tray according to the impression material used. حسب تصنيف الستوك تري حسب الامبريشن ماتيريال راح استخدمها. عندي perforated stock tray و non perforated. perforated مثل ما تشوفون بي ثقوب، non perforated او اسميه rim lock مثل ما تشوفون الحافة هاي مالته صايرة شوية ثخينة اسميها rim lock. زين، perforated stock tray used with alginate impression material. إذن إحنا عندنا الألجينيت إمبريشن ماتيريال، إذا أحطها بالتري اللي ما مثقب، من أجي أطلع التري من حلق المريض بعد ما أخذت الإمبريشن، راح تبقى الإمبريشن inside the patient mouth اللي هي الألجينيت بعد ما تصلبت، والتري راح يطلع عندي لوحده. فأني حتى أخلي الألجينيت إمبريشن ماتيريال تطلع ويا التري، سووا البيرفوريتد تري يكون مثقب. فمن أحط الألجينيت إمبريشن ماتيريال هنا وأدخلها inside the patient mouth، قبل ما تتصلب راح تطلع شوية من الماتيريال من الثقوب، فبالتالي من تتصلب الماتيريال هي متشلبة بالتري. ليش؟ لأنه طلع جزء منها خارج الثقوب وثبتت الماتيريال بالتري اللي عندي. فعندي perforated tray دائما استخدم ويا alginate impression material. non perforated stock tray اللي هو مثل ما نشوفه هنا أنا used with sticky impression material like impression compound. impression compound يصير هي مادة، يجي قرص أحمر تموع بمي حار، يعني أحطها بالمي الحار تصير طرية مثل خلينا نقول المعجون، فهي sticky. بما انها ستيكي فما يحتاج لها ثقوب حتى تكمش بالتري، لا هي من وحدها راح تلزق بالتري، فبالتالي من اطلع التري من حلق المريض راح تطلع وياه، لان هي الماده اصلا ستيكي ولازقه بالتري. هنا نشوف هاي التريز لل ادنتشلس بيبل، مثل ما نشوف هنا شورت فلانج و oval shape، نفس الشيء هنا هاي perforated وهاي non perforated. زين، factors affecting the selection of stock trays. شن هي العوامل اللي راح تأثر على اختياري للستوك تري؟ the type of material used in the primary impression procedure. إذا نوع الimpression material مثل ما قلنا إنه الimpression compound، راح أختار لل non perforated tray لأن هو راح يصير راح يلزق بالتري، بالمقابل إذا دا أستخدم الألجينيت فأختار perforated stock tray حتى تنطيني mechanical retention عن طريق إنه تطلع الألجينيت impression material من الثقوب، فلما تتصلب تكون ماسكة بالتري. size of the arch.
stock tray comes in different sizes. اذا هم اختياري اول شيء من اختار التري حسب الماتيريال، ثاني شيء size of the arch افتح حلق المريض اشوف حجم الارش مالته هل هو small medium او يصنف large. form of the arch شكل الارش ovoid square or v shape. The stock tray must cover all the anatomical landmark needed in complete denture and give a sufficient space 4 to 5 mm for the impression material in all direction. إذا لازم يغطي كل الاناتوميكال اللي محتاجتها أني ويترك لي مسافة 4 إلى 5 mm للإمبريشن ماتيريال. يعني فلنفرض إنه الكروس سكشن مال التري عندي هيجي، ما يصير أختار سايز التري بحيث الأسنان يعني كلش لازقة بحواف التري، لا لازم اختار سايز بحيث يعوف لي 4 to 5 mm مكان للإمبريشن ماتيريال. يعني عندي هذا التوث هنا أنا. زين هاي المسافة كلها راح تبقى للإمبريشن ماتيريال حتى شنو ما يصير عندي تير ما تتلف الإمبريشن ماتيريال مالتي. production of a study model أو the primary cast. هسا أخذنا the primary impression، قلنا the primary impression من أصبه راح أحصل على the primary cast أو the diagnostic أو the working cast. the primary cast is produced by pouring the primary impression of the plaster which is positive reproduction of the oral tissue. إذن الكاست هو positive reproduction، إحنا قلنا the impression هي negative reproduction of the oral tissue، الكاست هو positive reproduction. زين the primary cast بشنو راح أصب the impression؟ راح أصبها بمادة اسمها the plaster. إذن مهم أعرف إنه the primary impression بالcomplete denture أخذها بstock tray. أول شيء نوع التري هو stock tray مو individual أو custom أو specialized tray، stock tray. ثاني شيء الimpression material نوعها إيش راح يكون؟ قلنا ممكن يكون impression compound، ممكن يكون alginate، ممكن يكون سيليكون ماتيريال. ثالث شيء أعرف أنه اللي راح يطلع من هاي الimpression هو primary cast أو working cast أو diagnostic cast. وبشنو الدياجنوستيك كاست من شنو مصنوع؟ من شنو هي المادة؟ البلاستر. هاي المعلومات كلها اللي تخص البرايمري امبريشن. the plaster mixed with water by the saturation method. saturation method اللي هي طريقة التشبيع، يعني أجيب الربر باول مثل ما تشوفون هاي الطاسة السوداء عندي أحط بيها كمية من المي وبعدين أحط الباودر فيتشبع عندي الباودر بالمي. in the rubber bowl and pour in the impression compound impression material after beading and boxing of the impression. اذا اني اخذت الimpression material primary impression بالimpression compound بعدين راح اصبه راح اخبط البلاستر وراح اصب الimpression material بعد ما اسوي لها beading and boxing. هسه بنهايه الجزء من المحاضره راح نشوف شنو هو beading and boxing. When the plaster becomes hard, the cast is separated from the impression by the use of the hot water 55 to 60 degree. إذن لما تنشف مادة البلاستر أنا عندي impression ما أخذتها بimpression compound، صبيت البلاستر بالimpression compound لازم أنتظر البلاستر ينشف بعدين أفتح الكاست من الimpression compound. زين الimpression compound هي المادة rigid يعني صلبة، فمن أجي أفتح الكاست مباشرة ممكن ينكسر، فش أسوي؟ أحطها بماي حار بشرط أنه درجة الحرارة تكون معتدلة من 55 إلى 60 حتى يطرى عندي الimpression compound وبالتالي أقدر أطلع الكاست من عنده. الimpression compound هي material قرص أحمر يجي أحطه بماي حار يصير طري مثل المعجون، من أدخله إنسا يعني أحطه بالتري وأدخله إنسا إذا patient mouth يتصلب بحلق المريض أطلعه أصب بيه الكاست. فمن أريد أطلع الكاست لازم أرجع أسوي بيه طراوة حتى الكاست يطلع من عنده من دون ما ينكسر، بس درجة الحرارة لازم تكون معتدلة لأنه using very hot water the impression compound will be sticky and it will be difficult to remove from the cast. إذا
استخدمت ماي كلش حار راح تموع المادة الامبريشن كومباوند، تصير كلش ستيكي فتلزق على الكاست وتخرب لي كل الكاست مالتي. The special tray which is used to make the final impression will be constructed on the primary cast. هسه حصلنا على البرايمري كاست، قلنا هو استخدمه للدياجنوسز للتريتمنت بلان واستخدمه حتى اصنع السبيشال تري. After construction of the special tray, it's tried in the patient's mouth and checked for proper extension and adaptation on the residual ridge. إذا من صنعته راح أشيل the special tray أجربه inside the patient's mouth أتأكد إنه واصل لكل المناطق اللي أني أريدها. The special tray is a primary factor in obtaining a good working impression. إذا the special tray هو فشي كلش مهم حتى أطلع impression أو final impression مضبوطة للpatient. هنا أنا عندي عملية البيدينج and boxing، تشوفون هاي الimpression material عندي، هاي الimpression طلعتها من حلق المريض. زين حتى أصب الimpression، إذا صبيت مباشرة راح يطلع البلاستر أو الستون أو أي material أنا دا أصبيها خارج، فأنا شو أسوي؟ أسوي لها مثل البوكس. تشوفون الواكس الأحمر عندي، هذا أسميه beading wax، أحطه داير ما يدور الimpression، مثل شريط يجي أحطه داير ما يدور الimpression سواء بالأبر أو باللور. عندي اللور منطقة التانج راح أسدها هم بقطعة من الواكس حتى ما يطلع عندي البلاستر للخارج. ورا ما حطيت هنا أنا مستخدمين beading لونه أبيض، beading wax لونه أبيض، هنا أنا beading wax لونه أحمر. راح أجيب شريحة عريضة مثل هذا الواكس، تشوفون شريحة عريضة، وراح أحطها داير ما يدور الكاست كله سواء بالأبر لو باللور. اللور طبعا بعد ما أسد منطقة اللسان، فراح يصير عندي مثل البوكس، وراها أصب البلاستر بهذا البوكس حتى ما يطلع من الإمبريشن. فهاي العملية هي اللي أسميها beading and boxing، أحط لاين من الواكس وهذا اللاين راح ألزق عليه شريحة أكبر من الواكس حتى يصير عندي مثل البوكس، أقدر أصب بيه البلاستر ماتيريال من دون ما تطلع من الإمبريشن مالتي.